تدريب النهارده، خدنا السلاح والذخيره والعربيات وكل حاجه، وطلعنا نفذنا التدريب ورجعنا من التدريب. هل بعودتنا من التدريب يبقى انتهى التدريب؟ لا. والله اللي تكتب معانا موت من الحياه، والله الواحد ناخد من وحدته يوميا الصبح يقرا الشهاده ونصيبنا على الله، لان مفيش حاجه اهم واغلى من البلد، وانا عشان احنا من البلد ده